السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سأحاول رسم صورة للعين ولأول مرة على الفيش إكسل. صحيح أني بحثت في اليوتيوب ولم أجد موضوع الرسم على الإكسل. المهم أن الموضوع جد صعب ولكن يستحق المحاولة. هناك خاصية في الإكسل تحول الأرقام إلى ألوان. سنختار تدريج الألوان من 0 إلى 12، يعني 13 لون. فيما بعد سنذهب إلى خانة La mise en forme conditionnelle ونختار Nuance de couleur، ثم كذلك تدريج الألوان من الأبيض يعني الصفر إلى البني الغامق 12. ثم نحدد فيما بعد المساحة المخصصة للرسم بحيث تكون على شكل مربعات. لارجور دو كولون هو نفس لارجور دو لالين، وللتوضيح سأقوم برسم هذا الشكل. بعد وضع الحسابات سأقوم برسم من الأسفل إلى الأعلى والعكس صحيح. هو نفس مبدأ الرسم على الزرابي وذلك برسم خطوط أفقية متتالية. أي رقم خطأ أكبر من 12 سيغير تدريج الألوان.